عروس الساحل الشرقي في مدينة خورفكان، أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق وبالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة المهرجان الأكبر الذي يشهد عرض أكثر من 50 سيارة كلاسيكية بهدف خلق تجربة فريدة ومميزة لزوار شاطئ خورفكان، إذ اجتمع عشاق التشويق ومحبي السيارات القديمة. طبعا مشاركين في خورفكان، مهرجان خورفكان، وهذه كذا مشاركه معانا مع نادي الشارقه للسيارات الكلاسيكيه. ما شاء الله مهرجان جميل، يعطيكم العافيه والله يطول عماركم. حاب انصح جميع اصحاب السيارات الكلاسيكيه انهم يجربون الاحتفاليه هذه، صراحه ما شاء الله ولا اروع، يعني الله يعطيهم العافيه ويقصر يطول عماركم. يستعرض المهرجان مجموعة نادرة من السيارات الكلاسيكية يعود تاريخ إنتاجها إلى أوائل القرن العشرين، كما يوفر منصة رائدة للالتقاء والتواصل وتبادل التجارب والخبرات لهواة جمع السيارات ذات الطابع الكلاسيكي، ويوفر المهرجان للزوار للاستمتاع بوجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. أهمية المهرجان هذه تواجدي فيه أن نخبر الناس عن السيارات الكلاسيكية الموجودة، هذه هي ثمينة بالنسبة لنا نحن، والجيل الجديد يعرفون شو نوعية هذه السيارات أو شو تسوى بالنسبة لنا نحن بالسيارات. كما عودتنا إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، الفعاليات الجميلة والأجواء وتجمع السيارات القديمة بالنسبة للأعضاء أو لملاك السيارات القديمة، حقيقة جدا نحن سعداء بالتجمع وبالتنظيم وبالجمهور وبالشباب، أجواء جميلة حقيقة في خورفكان، وسعداء جدا يعني بتواجدنا معاكم ومع الشباب. مهرجان السيارات الكلاسيكية فرصة استثنائية يستطيع من خلالها المهتمون بهذا النوع من الرياضات مشاهدة فئاتهم المفضلة من السيارات القديمة، والتي تعتبر بمثابة تحف فنية يعود تصنيعها إلى أعرق وأكبر شركات صناعة السيارات في العالم. حياكم الله إذن مشاهدينا مجددا، يستمر حديثنا عن مسيرة السيارات الكلاسيكية، ويسعدني أن ينضم إلي عفوا عبر هذا الاتصال الأستاذ سعود علي المطروشي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة. حياك الله، مساء الخير. حياكم الله يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ سعود. في البداية، هذه المسيرة هي استكمال لرحلة السيارات الكلاسيكية في أبرز المناطق السياحية في إمارة الشارقة، واللي تأتي بالتعاون مع هيئة الاستثمار وتطوير شروق. نتكلم عن هذه المسيرة وأهميتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر برنامج أماسي على الاستضافة منذ بدء مهرجان الشارقة للسيارات القديمة فعالياته بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، والتي يتم التركيز فيها على أهم الوجهات السياحية في الشارقة. نعم. مثل هذه المسيرات، حرص النادي على تشجيع الأعضاء والمهتمين وملاك السيارات على الترويج السياحي المشترك لتعزيز ثقافة اقتناء السيارات القديمة باعتبارها عامل جذب واهتمام مختلف على مختلف شرائح والأعمار، وللمشاركة في نقل صورة حضارية لإمارة الشارقة والتي تمثل رمزا للثقافة والحضارة والفكر. ونسعى من خلال هذا المهرجان تعزيز الجذب السياحي لأهم معالم في إمارة الشارقة، وكذلك الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بهواية السيارات القديمة. نعم، جميل. كيف كانت ردة فعل الزوار يمكن والمتواجدين في هذا المهرجان أستاذ سعود؟ ردة الفعل ردة جميلة. طبعا نتكلم وش عن أهمية مسيرة تعزيز الحركة في الشارقة. نقول تكمن أهميتها في تعزيز مكانة الإمارة في مجال هواية السيارات القديمة على المستوى المحلي. كما يعلم الجميع مثل هذه المسيرات تلقي تفاعل كبير من قبل الجمهور. صحيح. خصوصاً أن مثل هذه الثقافات تعتبر رياضة ذات رواج عالمي من حيث الإقبال والحضور. وتتمثل يعني الخيارات الرائعة اللي تم اختيارها كوجهات سياحية خيارات ذات استقطاب جماهيري واضح. يعني اللي يحضر يستمتع بوجود متحف مفتوح لأجمل السيارات العالمية الأصيلة. يعني كذلك مصحوب الفعاليات أخرى مصاحبة بفقرات السيرك ميداني، وكذلك الفعاليات مخصصة للأطفال والأوائل. نعم،
يعني إلى جانب هذا السيرك حضرتك أستاذ سعود، شو الفعاليات اللي موجودة ربما ويستمتع بها الجمهور الموجود في هذا المهرجان، إلى جانب وجود مثل ما ذكرت يعني تقريبا متحف كامل من السيارات الكلاسيكية؟ نعم نعم، يعني احنا لو نتكلم عن تفاعل الجمهور على شاطئ خرفكان، يعني نقول احد اهداف النادي هو الاسهام في دمج كافه افراد المجتمع من خلال ممارسه هوايه السيارات القديمه. نعم. وكافه الانشطه الثقافيه والمجتمعيه التي ينظمها النادي. ومن هنا نثني ونشكر على الجهود المبذوله من فرق العمل. نعم. لتطبيق اعلى معايير السلامه والوقايه. الصراحه نحن نشوف الفرحه في وجوه الحاضرين والتسارع لاخذ اللقطات التذكاريه عبر الهواتف محموله بجانب السيارات. نعم. لان في حقيقه الامر هذه السيارات القديمه لها مكانه خاصه عند الجمهور، لما فيها من طابع قديم يلامس الذكريات الجميله ارتبطت بالزمان والمكان. نعم. بالضبط. المحطه القادمه ان شاء الله ستكون في قناه القصبه تحديدا بتاريخ 12 مارس القادم. جميل. نعم نعم، قناه القصبه احد الوجهات السياحيه الفريده من نوعها، والتي تحتل مركزا هاما ضمن افضل الاماكن السياحيه على مستوى الدوله بشكل عام. صحيح صحيح، بالفعل كل التوفيق ان شاء الله كذلك في وجودكم في القصبه في مدينه الشارقه بالتحديد. يعني هذا المهرجان او هذا المعرض راح ينتقل، او هذا المتحف ان صح تعبيري الجميل اللي موجود في الهواء الطلق وفي هذه البيئه الجميله من خلال الصور اللي شاهدناها يمكن مدينه خرفكان، راح تنتقل باذن الله مثل ما ذكر استاذ سعود من مدينه خرفكان الى مدينه الشارقه في القصبة بالتحديد بتاريخ 12 مارس المقبل باذن الله. وهذه فرصه لمحبي السيارات الكلاسيكيه، واعتقد ان هذه هوايه عالميه استاذ سعود. نعم. يعني ممكن تستقطب بالفعل الجماهير من كافه الفئات العمريه ومن كافه الجنسيات من كافه الثقافات المختلفه، هي هوايه عالميه في الحقيقه. والصور اللي شاهدناها صور جميله الحقيقه، السيارات اللي موجوده هي سيارات بالفعل لها وزنها في هذا العالم او في هذا المجال. شكرا لك استاذ سعود، كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يعافيك، شكرا.